نعود إليها بعد قليل. معنا الآن من بيروت القيادي في حركة حماس أسامة حمدان. سيد أسامة، ما تقييمكم أنتم حتى الآن في حركة حماس لليوم الثالث من عملية سيف القدس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح أن العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على القدس لم يتوقف رغم تحذيرات المقاومة. اليوم المقاومة ردت على هذا العدوان وأرسلت رسالة واضحة أن المطلوب هو وقف هذا العدوان. نحن نعتقد أن العدو حتى اللحظة ما زال يعاند، ما زال يتمسك بعدوانه على القدس وعلى أهلها، وهو يوسع دائرة العدوان باتجاه قطاع غزة. حتى اللحظة كل ما يجري هو في إطار ما كان متوقعا لدى المقاومة وفي إطار السيناريوهات المتوقعة من هذا العدو. ورغم ذلك نحن نقول بكل وضوح، شروط المقاومة واضحة، إذا التزم بها العدو فإننا سنصل إلى نهاية لهذا الأمر إن عاجلا أم آجلا. ما هي شروطكم للوصول إلى وقف لإطلاق النار أو تهدئة جديدة سيد أسامة حمدان؟ هي ليست تهدئة جديدة في الحقيقة، هناك مطالب واضحة. يجب أن يتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وأن تنسحب إسرائيل وأن تضمن عدم اقتحام المسجد الأقصى. يجب أن يتم إخلاء حي الشيخ جراح من الصهاينة المستوطنين ووقف كل محاولات الاستيلاء على هذا الحي وإخلاء سبيل كل الذين وقفوا في مواجهة العدو خلال أحداث التصدي للعدو في شهر رمضان المبارك، سواء كان في حي الشيخ جراح أو في المسجد الأقصى. هذا هو موقف المقاومة، ونحن نعتقد أنه على العدو أن يدرك أنه القدس لا يمكن أن تعزل، والقدس عندما نقول أنها خط أحمر فهذا يعني أننا سنبذل كل ما نستطيع من أجل أن نحمي القدس بغض النظر عن كل ما كان قائما من معادلات في إدارة المواجهة مع العدو. ما عرض عليكم الآن سيد أسامة حمدان ونسمع عن اتصالات جرت مع قيادة حركة حماس، هل يلبي شروطكم أو مطالبكم هذه؟ حتى اللحظة يبدو أن الاحتلال لا يتجاوب ولا يستطيع أن يتجاوب حتى اللحظة مع المطالب، لا يريد أن يقدم ما هو مطلوب. هو مستميت في إثبات أن القدس هي مدينة صهيونية، وهذا أمر لا يمكن إثباته ولا يمكن تحقيقه. ولذلك نحن نعتقد أن كل محاولات نتنياهو المرور فوق الحقائق لن تؤدي إلى النتيجة التي يريد. في نهاية المطاف هذه مدينة عربية فلسطينية، هذه مدينة مقدساتها الإسلامية والمسيحية ترفض الصهاينة وترفض أن تخضع لهم. هذه المدينة رغم احتلال منذ عام 67 حتى اليوم لم يستطع أن يكرس وجودا صهيونيا فيها، لأنه لا وجود فعلا لهم في هذه المدينة، هم موجودون كقوة احتلال. أعتقد أن المسألة مسألة وقت حتى يرضخ العدو ويقر بهذه الحقيقة. هل هذا يعني سيد أسامة حمدان أنكم في حركة حماس تستبعدون التوصل إلى اتفاق أو تهدئة سميها ما شئت قريبا في الساعات المقبلة؟ في أي لحظة تتوفر فيها شروط المقاومة سنصل إلى شكل من أشكال التهدئة، وطالما بقي العدو مصرا على عدوانه أنا أعتقد أن هذا ينبغي أن يقرأ على نحو مختلف، ليس فقط أن هناك تصعيد وإنما هناك إمعان في العدوان على الشعب الفلسطيني، وهذا يقتضي أن تتحرك كل الأطراف لوقف هذا العدوان، وليس الطلب من الفلسطينيين الذين لطالما كانوا هم الضحية وهم المعتدى عليه حين يدافعون عن أنفسهم، يصبح هذا حقهم ومطلوب أن يدعموا في ذلك. لا أعتقد أن العدو ستصله الرسالة سريعا، لذلك نحن هيأنا أنفسنا لكل الاحتمالات. إذا استجاب سريعا فيكون قد وفر على نفسه كثيرا من مما تختزنه المقاومة من أعمال، وإذا رفض ذلك فعليه أن يواجه ما تعده المقاومة. هل أنتم في حركة حماس وكتائب القسام سيد أسامة حمدان مستعدون لمعركة طويلة ربما نتنياهو يريدها ويسعى إليها؟ المسألة لا تتعلق بحماس وبكتاب القسام وحده، هناك غرفة عمليات مشتركة للمقاومة هي التي تدير العمليات وتساهم فيها كل القوى والفصائل، وهي التي أطلقت العمليات في مواجهة العدوان وهي التي تدير العمليات حتى الآن. وهناك موقف وطني فلسطيني يحتشد اليوم سواء على صعيد المقاومة أو السلطة أن القدس خط أحمر ولا يمكن تقديم تنازل في القدس ولا يمكن التسليم للعدو بما يريد بالقدس. ولهذا لا يمكن أن يسأل فقط حماس عن هذا الموضوع، لابد من أن يسأل الموقف الفلسطيني العام، وهو موقف متمسك بإنهاء العدوان الصهيوني على القدس، على المسجد الأقصى، على حي الشيخ جراح بشكل أساسي.
ابقى معنا لو سمحت سيد أسامة حمدان. ينضم إلينا الآن مشاهدينا السيد منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح. سيد منير، هناك اجتماع للجنة المركزية لمنظمة التحرير وأيضا لحركة فتح، هل نتوقع قرارات معينة من قبلكم؟ للأسف سيد الجاغوب ليس جاهزا معنا. نعود إلى السيد أسامة حمدان في بيروت. سيد أسامة حمدان، إسرائيل قصفت اليوم أبراجا سكنية اليوم وأمس، وأيضا اغتالت قيادات من كتائب القسام. ألا تخشون أن طول مدة المعركة قد يكلف الشعب الفلسطيني أكثر فأكثر؟ الحقيقة كل قطرة دم فلسطينية عزيزة علينا، أيا كان صاحبها، سواء كان شابا أو طفلا، رجلا أو امرأة، لكن هذه هي طبيعة المواجهة مع العدو. علينا أن ندرك دائما أنه العدوان لا يتوقف، يعني القدس لم يكن فيها أي مواجهة مع العدو، افتعل العدو مواجهة، اعتدى على أهلها، قرر أن يمنعهم من الصلاة، اعتدى على مناسبة دينية عمرها 2000 عام، سبت النور، قرر أن يمنع المسيرة تحت حجة أن إشعال الشموع قد يهدد بحرائق وهي عذر أقبح من ذنب. هذه الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال هي التي اقتضت رد الفعل، ولذلك محاولة القول أن المقاومة تؤدي إلى نتائج فيها إضرار بالشعب الفلسطيني فيه تضليل، لأن الاحتلال قائم وهو يعتدي على شعبنا، وهذه الاعتداءات المتواصلة فيها أثمان. خير للشعب أن يقف مواجها لهذا العدو ويدافع عن نفسه. اليوم في اللد على سبيل المثال قتل فلسطيني من أبناء شعبنا، واليوم قتل آخر دون أي مبررات من المستوطنين الذين يطلقون النار. هناك حالة من السعار داخل هذا الكيان يعتقد أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء، أن الدم الفلسطيني هو دم مباح ولا يجد من يرده عن ذلك. إذن لابد أن يقف الفلسطيني في مواجهته، ولهذا نحن لا نريد ولا نسعد بأن تكون لدينا خسائر، ولكن نحن أيضا لا نقبل أن نذبح كالنعاج ونقتل كالأغنام ولا ندافع عن أنفسنا. والدفاع عن النفس هو الذي يؤدي إلى مواجهة العدو وتحرير الأرض والشعب، وهذا الذي يحصل اليوم. هناك حراك فلسطيني شامل لا يتعلق بغزة وحدها، هو في القدس وهو في الأراضي المحتلة عام 48، وهو في غزة وهو في الضفة بأشكال متعددة ومختلفة في رسالة واحدة تقول إن الاحتلال الذي نشأ على أرض فلسطين منذ عام 1948 ليس قائما بشرعية، لا شرعية له، لا قبول لدى الشعب الفلسطيني له، قوته المسلحة لا تمنحه القدرة على الاستمرار، والشعب سيستمر في هذه المقاومة حتى ينهي هذا الاحتلال. كيف تقيمون أنتم سيد أسامة حمدان في حركة حماس هذه الانتفاضة، أو ما باتت توصف الآن بالانتفاضة داخل مدن 48، وكيف يمكن دعم الشعب الفلسطيني هناك في مواجهة هجمات المستوطنين؟ أنا أعتقد أنه أولا هذه رسالة مهمة للعدو وللرأي وللعالم بأسره، أن جيلا خامسا ولد تحت الاحتلال لا زال يتمسك بهويته الوطنية الفلسطينية، ولا يزال يتمسك بحقوقه، ولا يزال مستعدا للدفاع عنها، وأن كل محاولات العدو لمسخ الهوية الفلسطينية لم تنجح، ولمسخ المنطق الوطني الفلسطيني لم تنجح. المطلوب اليوم للدفاع عن الشعب الفلسطيني أولا أن يكشف أو أن يعترف العالم بالوجه الحقيقي للكيان الصهيوني ككيان عنصري إحلالي يريد أن يقضي على شعب ويستأصل وجوده ويحل محله قادمين من الخارج، وعليه فعلى العالم أن يوقف هذه الحالة الشاذة تماما كما فعل في حالات أخرى. المسألة الثانية، الشعب الفلسطيني قادر على أن يدافع عن نفسه وهو يبذل ذلك ويفعله الآن في مدن المحتلة عام 48، وأنا أعتقد أنه مواصلة العدوان الإسرائيلي ستدفع الفلسطينيين لاجتراح مزيد من الوسائل للدفاع عن النفس والذهاب باتجاهات تؤدي إلى التحرر من هذا الاحتلال إن شاء الله.